وفي ملف يجمع بين الاحتياجات وظروف الزيارات الدينية والمجتمعية وتواصل الناس، اشتكى مواطنون من تعطل أعمال التأهيل والتوسعة بطريق قناة 14 بالضلوعية بعد توقف عملية تمويل المشروع ماليا، رغم أهميته الحيوية في تنقل المواطنين والزائرين بين بلد ويثرب والضلوعية، فيما يتسبب تأخير إنجازه بحوادث مرورية وإرباك بحركة السير. التفاصيل مع الزميل جاسم أبو جاسم. استيان واسع من قبل الأهالي بسبب تلكؤ إكمال طريق قناة 14، كونه طريق حيوي ومهم يربط ما بين تقاطع محطة بلد وتقاطع الإمام السيد محمد عليه السلام. بعد أن كانت بداية العمل إيجابية وسارت بوتيرة متصاعدة، إلا أنه توقف بشكل مفاجئ. ومن الجدير بالذكر أن الطريق يخدم قضائي بلد والضلوعية وناحية يثرب وجميع المناطق المحيطة بهما. والله عندنا هذا الطريق يعني يمتد من محطة بلد إلى يثرب. هذا الطريق يعني باشروا به وكملوا، واحد له كملوا وقصوا وشالوا التجاوزات الموجودة عليه، يعني يدل على بأنه اليوم تأثر على الطريق. كملوا في اليوم الطريق توقف، صار له فترة يعني الشغل بهذا الطريق توقف. أي نعم توقف، وقبل يعني فترة قصيرة صار عندنا حادث هنا، وتدرى حوادث هواية يعني صارت على هذا الطريق حوادث. نعم قبل فترة قصيرة صارت عندنا حوادث هنا وأثرت، يعني هذا الطريق اليوم ذهابا وإيابا رون سايد. اي وجاي تلاحظون انت اليوم اليوم يربط يا منطقة ويا منطقة هذا الطريق. هذا يربط اليوم محطة بلد، نعم محطة بمنطقة بلد. يثرب وبلد ويخدم يعني هواي مناطق هنا عندنا هذا الطريق، يعني اذا كملوا لنا ذهابا وإيابا يخدم يثرب. عندك يخدم مرقد السيد محمد والضلوعية وبلد وكل المناطق اليوم تمتد على هذا الطريق. والله نطالب الحكومة المحلية، هو اشتغلوا بهذا الطريق بفترة شهرين بس اشتغلوا شغل مرتب، حولوا الأعمدة وسووا قناطر، السيطرات على الشارع شالوها اشتغلوا، ففترة صار يمكن شهر توقف العمل ما نعرف ليش. فهذا الشارع هو السايد واحد ويفوتون به الزوار، يربط من محطة بلد للضلوعية ليثرب البلد لسعود، هاي قرية سعود يعني خادم هاي المناطق كلها. ايه كله هذا شارع رئيسي. ايه وذاك اليوم صار حادث هنا ماتوا 5 أفراد. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا واحنا نطالب الحكومة المحلية بالإسراع بإنشاء هذا الطريق. بارك الله بك. الإدارة المحلية بقضاء الضلوعية أشادت بالشركة المنفذة لهذا الطريق الحيوي واستراتيجي، وقد أنجز منه ما يقارب 40%، ولكن توقفه كان بسبب التمويل كونه محال عن طريق تنمية الأقاليم، وجميع مبالغ هذا البرنامج محدودة. مطالبين الحكومة المركزية بأن تجعل هذا الطريق من المشاريع الرئيسية والمهمة بسبب كثرة الحوادث المرورية والتي تحصل نتيجة للسرعة الشديدة وكثافة المركبات. طبعا اليوم كانت لنا زيارة إلى موقع عمل مشروع المسار الثاني للطريق الرئيسي الرابط بين قضاء الضلوعية ومحطة قضاء بلد. طبعا هذا الطريق طريق استراتيجي يربط بين يعني منطقة المحطة بقضاء بلد، مزار السيد محمد عليه السلام، الضلوعية، الحردانية، طريق سامراء، مرورا بيثرب، كل هذه الطرق المناطق يشملها هذا الطريق. طبعا احنا كلنا يعني عندنا إشادة بأداء الشركة، اشتغلوا يعني بوتيره متسارعه، كمل تقريبا 40% من الاعمال الترابيه، لكن حقيقه عندنا اشكال في موضوع التمويل. معلوم ان هذا المشروع محال عن طريق يعني موازنه تنميه الاقاليم، التمويل اللي ينزل لتنميه الاقاليم بالنسبه للمحافظه محدود، وبالتالي احنا يعني نطلب من الحكومه المركزيه في المحافظه، الحكومه المحليه في المحافظه عفوا، ان يعني تجعل هذا الطريق يعني من المشاريع الرئيسيه والمهمه واللي تشمل في اول تمويل قادم، كون هذا الطريق طريق مهم ويربط مناطق مهمه ويساهم في رفع الخدمه في هذه المنطقه. طبعا اكيد، ومثل ما رصدت عدسه صلاح الدين وحضورنا في الطريق، يعني اول شيء هناك سرعه مبالغ بها، مسار واحد وحصلت اكثر من حادث وراحت ب يعني ارواح ابرياء كثيره، فاحنا نطالب ونناشد ومن خلالكم ومن خلال ايضا قامية قضاء بلد وكل الاجهزه الاداريه والمحليه انه الاسراع
بتمويل هذا الطريق لان هذا الطريق مهم جدا. وتلاحظ انه هسه حاليا طبعا سريعه جدا عم. يعني مثل ما اسلفت جنابك انه قلما يعني يمر شهر بدون ان يكون هنا حادث مميت وتروح به خسائر بشريه طبعا. فاحنا نطلب يعني انه حتى نحافظ على حياه الناس، حتى نرفع مستوى الخدمه ايضا، حتى نساهم في اعاده توطين النازحين في هذه المنطقه، انه يعني يعاد تمويل هذا المشروع في سبيل انه يدخل الخدمه ويرفع مستوى الخدمه في هذه المنطقه ان شاء الله. بارك الله فيك. من بين اكثر ما تعانيه المشاريع الخدميه في العراق بشكل عام وفي محافظه صلاح الدين بشكل خاص هو عدم الالتزام بمواعيد انجازها رغم مطالبات الجميع، كون تلك المشاريع وخصوصا الطرق تأثيرها يزيد من إزهاق أرواح العديد من الأبرياء ولأسباب معروفة للجميع. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، طريق قناة 14.